Unit 7, The Alligator Scare. Write 4, page 58. Vocabulary. Dream. Scary. Alligator. Pond. Frogs. Chasing. Stumbled. Guess. Nowhere. What's the matter, Hansel? You look like something is bothering you. Look like يبدو عليك. Something is bothering you. إشي عم بزعجك, Hansel. شوفي, what's the matter? ما الأمر؟ I had an awful strange dream yesterday. Hansel بخبر سارة إنه كان عنده حلم awful سيء جدا and strange غريب بالأمس. سارة, I have scary dreams too. وأنا كمان عندي أحلام سيئة, يعني كأنها بتقول له إنه بالعادة عندها هي أحلام سيئة. I don't like them. لا أحبهم. Harley, what happened in the dream? What happened? ماذا حدث؟ بدي أشوف شو اللي صار in the dream. حلم. There were these big alligators chasing me in the middle of nowhere. والله هانسل بحكي لهم إنه كان في these big alligators, هدول الالليجيتورز اللي كتير كبار, chasing me, يطاردونني, chasing me يطاردونني in the middle of nowhere, في وسط مكان أنا ما بعرف وين. هارلي, wow, that is scary. What happened next? شو صار بعدين؟ I was running as fast as I could, but I stumbled over a rock and fell into a pond. والله أنا كنت عم بركض بأقصى سرعتي as fast as I could, قديش بقدر باستطاعتي بمقدوري. But I stumbled over a rock and fell into a pond. وسقطت, وقعت, fell into. وقعت في بحيرة. سارة, oh my, يا ربي, I hope you were okay. بتأمل, I hope, أتمنى إنك أنت كنت منيح. برد عليها هانسل بحكي لها لسارة, I was mostly, يعني عموما ماشي حالي, كنت منيح. But guess what happened next? بس احذري شو صار بعدين. Harley, what? Hansel, there were two frogs sitting on a rock singing a song. There were هنالك للمجموعة two frogs, في كان هناك ضفدعين sitting on a rock singing a song, عم بغنوا singing a song, أغنية. سارة طبعا ضحكت, what a scary funny dream, شو هالحلم المخيف وفاني كمان بنفس الوقت والمضحك. اوكي, اليوم بدنا نحكي عن الفعل المضارع والفعل الماضي. درسنا بما انه هانسل عم بيحكي لنا عن حلم, الحلم صار وخلص بالامس, كان عنده حلم صار وخلص, فكل الافعال اللي استخدمها هانسل كانت بالفعل الماضي. نطلع على هدول الجمل. Let's look at these sentences. Number one, I have a dream every day. أنا بحلم حلم كل يوم. إذا بدنا نحكيها بالماضي. I had a dream yesterday. كان لدي أو حلمت. كان لدي حلم بالأمس. Number two. I am hungry. أنا الآن جائعة. أكلت أي إشي صغير, sandwich. بقول I was hungry. أنا كنت جائعة. Number three. There is a frog in the pond. There is, يوجد هنالك,
ولا زال يعني موجود هو في الفعل المضارع، هو موجود. إذا هالفراغ اختفى شو بنحكي؟ There was a frog in the pond. كان هنالك. الماضي تبع ال is المفرد نحكي له was، وال a هي علامة المفرد. Number four. There are two alligators. كان هنالك two alligators not one two. وال s هون هي البلورال s علامة الجمع. بالماضي راحوا هالاليجيتورز التنين. There were two alligators. كان هنالك تمساحان two alligators. فهون في الجملة الرابعة لما بنحكي انه لسه موجودين بالفعل المضارع there are تتحول في الماضي there were. اوكي هون خلينا نشوف البرونونز ايش بتاخد بالفعل المضارع وكيف بتتحول بالفعل الماضي. I بالفعل المضارع بقول I am انا. I was كنت. You they we you انت انتي انتما انتن انتم. They هم هما هن. وي نحن بتاخد ار بالمضارع بالماضي بتصير وير. كان كانت كانوا كنا. هي شي ات بتاخد بالفعل المضارع is، مثل ما بنعرف دايما بالفعل الماضي بتتحول لواز. هي از هو. هي واز كان. شي از هي. She was كانت. It is نستخدمها للجماد أو الحيوان. It was كانت.